الفقره ديال الطبق. دائما اقتراحكم على الرقم 0537709539. اتصلوا كتبوا اتصالاتكم باش تكونوا من مشاركات معنا في البرنامج والمشاركين كذلك. لما لا معنا السيده زينب لحظه على امواج الاذاعه الوطنيه. اهلا بك لاله زينب. الله يبارك فيك حبيبه. صباح النور. صباح الخير. كي دايره؟ صباحتي لاباس عليك. اش اخبارك؟ طول عمرك حبيبه الهلاخ. كيف بقيتي؟ الله يبارك فيك الحمد لله. مرحبا لاله زينب. اول مره يمكن ياك؟ لا دابا رابعه ولا خمسه بالمره. ماشي معايا. لا دزت معاك. ايوا صافي خصني نمشي نعاود ندير غسيل ديال الذاكره. لا 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 تبارك الذاكره قويه. الله يبارك فيك زينب اختي. تفضلي مرحبا. شنو تقترحي على المستمعين اليوم؟ شنو نديرو؟ طورطه بالجبن ولا بيتزا ولا شنو ندير؟ نعطيهم دابا كتعرفي مع الناس صافي سالوا سال الصيف وبداو الناس كيرجعوا لخدمتهم وكاين اللي غيمشي حتى 12 بحالي انا. يلا غيمشي يوجد ديك الغدا والمزربه. شي حاجه مزروبه. شي حاجه تحفظ راه مازال ما موجودات لا غدا لا بشرى لا فاتحه. كلهم انا كيتسنى تعطينا شي طبق خفيف وسريع وزوين. تفضلي لاله زينب. ناخذ طرطه الدجاج. يلا يلا ناخذ بعدا العجينه هي الاولى. يلا عجينه شويه تكون بحق مالحه. عجينه شويه ولكن راه عاد دابا تحدثنا مع السيده ربيعه. الملحه. باش تنقصوا الملحه باش تحافظوا على الشعر ديالكم. ضروري حاجه بنينه. يلا 250 غرام ديال الطحين. شحال؟ 250 غرام ديال الطحين. اه 125 غرام ديال الزبده. صفر بيضه. صفر بيضه. شويه ديال البزار. شويه ديال الملحه. والماء باش نجمعوا العجينه. واخا. كنجمعوا العجينه مزيان. كندلكوها. كندلكوها مزيان ونجمعوها. نخلي واحد نص ساعه ديال المكانات ترتاح. واخا. ونطلقوها بالدلاك مزيان. ملي ترتاح نص ساعه ديال المكانه نطلقوها بالدلاك مزيان. ودوك داك المول ديال لي طاغ. اييه باين. نطلقوا العجينه بالدلاك مزيان ونقطعوها بليمون. ونطيبوها في اللاطه ديالها. واخا. وندهنوها بشويه ديال الزبده ونثقبوها. واخا ندوزو الحشوه ديال الدجاج. عندنا 250 غرام ديال الدجاج. زبر ديال الدجاج. جوج خصوص ديال الثومه. واخا. شويه ديال الملحه. شويه ديال الابزار. شويه ديال الفرماج الحكوك احمر. سلام شلده. صبور ومعدنوس. شويه ديال السيبيسه. شويه ديال الزبده مذوبه واحد المعلقه صغيره ولا معلقه كبيره. واخا. شويه ديال الهريسه هذيك اختياريه مع انا كيعجبني. كيعجبك الحال. واخا لالا. ناخذوا الطريقه ديال الحشوه. نقطعوا الدجاج طريفه ترقاق. واخا. تفضلي. ونشحروه مزيان في البصله مع في المقله هو والبصله. والتوابل كلها والزبده والبسيبيسه. نشحروهم مزيان تيطيب الدجاج. وبلاتي كاع ما عطيتينا صاحبتي البصله. قلت لك بصله مسلطه. ما قلتيهاش ليا يا اختي. بالعمى يا اختي ما قلتيها. ما قلت بصله مسلطه. واخا يلا الله يسامحك. يلا الله يسامحك. قلتيها غير كنضحك معاك. ياسي. تفضلي. نشحروا الدجاج مزيان بالعطريه ديالو والبصله والبسيبيسه وبالزبيده ديالو حتى يتشحر ضيقف على البسيبيسه. كنلوحوها بحال هكاك ماشي كنطقوها ولا هكاك؟ الثومه. لا بسيبيسه. البسيبيسه اللي بغيتي اختياريه واللي بغى يديرها. كاين اللي ما كيبغيش يديرها. هي كتجي زوينه. هي كتجي زوينه اكثر مع اللحم ياك؟ مع اللحم ومع حتى مع الدجاج. حتى مع الدجاج انا بعدا كنشرمل بها الدجاج. كتحيد من هذيك الريحه ديال الفوريه. صحيه صحيه هي بسيبيسه صحيه. صحيه هي واشيه ديال الزعتر كيطيح اختيار يعني. هي بسيبيسه هي كنعرف انا بسيبيسه دائما كتمشي مع قعقلة. قعقلة لا ما نديروش قعقلة. ياك بعدا. لا كتمشي معاها. يلا نكملوا الطريقه. صافي ملي كنجمعوا الدجاج بالعطريه ديالو وداك الشيء والزبده صافي كنكونوا دايرين الليمون فيهم العجينه وداك الشيء. ما طيبينش. ما طيبش العجينه. ما طيبش نص طيبه.
لا طايبه نصطيبه غير شويه بالحق. طايبه نصطيبه واخا. طايبه نصطيبه متقبه مدهنه بالزبده وطايبه نصطيبه. هذه ما قلتيش لي هذه المعلومه. شتي شاده معاك ما تخافيش. انت دابا كتحصليني. انا حصلتك هي واحد لزيرو. واخا. تفضلي. نطيبها نصطيبه ونعمروها. ونرشوا عليها الفرماج حمر من الفوق. واخا. وشويه ديال الزعتر هذاك اختياري. اختياري. الزعتر زوين عموما. وندخلوها الفرن بالصحة والراحة. واخا. هذه صراحة خفيفة هذه خفيفة. شنو ناخذوا ميني بيتزا بالكفتة؟ سيري ميني بيتزا غتكون حتى هي سريعة. حتى هي سريعة. عندنا الطحين شوية ديال الطحين، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار. شوية ديال الزبدة، شوية ديال الزعتر. هادشي الطحين. هادشي الطحين. شوية من الأحسن ما يكونش الطحين الأبيض، يكون الطحين ديال الصفر. واخا شنقولوا كنقولوا حنا الفينو. فينو الفينو شيه ديال الملح شيه ديال اللي بغا شيه. حنا كنقولوا له سبيسيال. سبيسيال حنا كنقولوا له الفينو. يلا صافي. هو راه معروفه العجينه ديال البيتزا هي كتبقى شويه كترتاح كتسلق بالزبده. وكتقطعي مول كبير او لا مول صغير، من الاحسن يكون ميني بيتزا غير مول صغير. عندنا الحشوه، عندنا شيه ديال الكفته 250 غرام ديال الكفته. بصله محكوكه. واخا. جوج مطيشات حكوكين، شويه ديال الثومه، فلفله خضراء مقطعه طويله، فلفله حمراء مقطعه طويله، قزبر ومعدنوس، الابزار، الملحه، الكمون، التحميره، شويه ديال الزيت البلديه. نشحروا الكفته مع مطيشه محكوكه ومع مع البصله والعطريه. والزيت. وفرماج محكوك، ما قلتلكش فرماج محكوك. واه شتي دابا صاحبتي دابا كاع دابا كثرتي علينا البيتزا بلا فرماج. انا كنت كنتسناك غير تسالي وغنقولها لك. نص طيبه بحال شكل الطورطه، نص طيبه حتى هي في المول ديالها الصغير نفس المول. هادي لاباط العجينه. دابا الغدا غدا خفيف خصنا نشكلو. خصنا نشكلو نكثرو من هادي ومن هادي، حتى هاد البيتزا كتجي حليلوه كتخفيفه وزوينه. نعمروا الليمون نديروهم الصطيبه، نعمروهم بمطيشه والكفته وداك الشيء وهذا وفليفله نزوقوا بها. راكي تبارك الله راكي من الحاد قاد التنسيه. ويلي ما نقولكش خاصك تجي تذوقي. زيتون خضر ماشي كحل. نعم زيتون لا لا باينه، لا لا باينه تبارك الله. ياك بعد عام اللي قلت لك حفيظه قالت لي دقت الدجاج ديالي عطيني الخبر، هي كتهضر معايا دابا. لا لا باينه. الله يبارك فيك. قلنا زيتون خضر ياك؟ زيتون خضر مقطع دوائر. كيتباع جاهز عموما هذا. ايوه ونزوقوه بفلفله حمراء وفلفله خضراء ونديروا الفرماج حمر بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. حنا نعاودوا هذه المقادير اللي عطيتينا، غنبداو ببطاطا الدجاج. قلنا بالنسبه للعجين 250 غرام ديال الطحين، 125 غرام ديال الزبده، صفر بيضه، ابزار، ملح، الماء، هذا الشيء قلنا كنعجنوه مزيان كندلكوه وكنخليوه نص ساعه يرتاح، من بعد كنطلقوه بالدلاك وكنديروه في ذاك المول ديالو. طبعا بعد ما كنديروا فيه شويه ديال الزبده ونرشوه بشويه ديال الدقيق باش ما كتلصقش لنا العجينه ونتقبوه كندخلوه كيطيب شوي نص طيبه كنخرجوه ياك. كنديروا بالنسبه للحشوه 150 غرام ديال صدر الدجاج، جوج فصوص. 250 غرام. 250 عفوا. واحد لواحد. لا واحد لجوج، انت نسيتي الفرماج ونسيتي لي شنو هذيك؟ نص نص طيبه. نص قلنا 250 غرام ديال صدر الدجاج، جوج فصوص ديال الثومه، ملح، ابزار، فرماج محكوك احمر، بصله مشلضه، قزبره معدنوس، بسيبيسه والزبده والهريسه اختياريه. ياك هادشي كله كنقطعو داك صدر الدجاج كنقطعو صغير وكنشحروه مع البصله، كنضيفو هادشي كله كنخلطوه وكنعمرو ديك العجينه كنرشو الفرماج وكندخلوها كطيب بالصحه والراحه. هادي بالنسبه للطاطا الدجاج ياك. هادي بالنسبه للطاطا ديال الدجاج. نعم. والبيتزا ميني بيتزا كتبغى تحصليني حاسه بيك عتي. كنعرضك. كتعرضيني واخا ما كاين حتى مشكل، انا حافظه. قلنا طاجين طحين، الملح، ابزار، زعتر، زيت بلديه ياك. كنعجنوا هذا الشيء طبعا وكنطلقوا بالزبده ومن بعد
فيها سبب بعد. واخا دابا انت عطيتيهم هذه الفين وانا دابا نعطيهم ديالي وما يقولوا لي شكون اللي احسن، واش ديالك ولا ديالي؟ صافي زيد واش ديال مولاي يعقوب ولا؟ واخا لاله تبارك الله عليك. لاله ما عندي ما نسال. لاله يخصك يا حبيبه، لاله يخصك. وقلنا 250 غرام ديال الكفته، بصله محكوكه، جوج مطيشات، فلفله حمراء خضراء مقطعين طوال، ابزار، كمون، ملحه، زيت بلديه، وزيتون خضر قلتي مقطع دوائر، والفرماج طبعا كنديروا هذا الشيء من الفوق وكندخلوها كطيب وبالصحه والراحه. فلفله حمراء مقطعه وفلفله خضراء. قلتها. شكرا لك زينب تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا حبيبه لهلا. تحيه لك وتحيه للناس مولاي يعقوب، اجمل تحيه لكم من الاذاعه الوطنيه. يخطيكم علينا. الله يبارك فيك، شكرا على هذه الوصفات، وكنتمنى سيدتي اليوم يكون واحد منهم هو طبقك للغدا وبالصحه والراحه.